لو الحكاية فيها إن فيتو. اسمك الأول؟ محمد. من هنا اسم محمد؟ من عرب المعادي. من منطقة العرب؟ اه عرب المعادي. ماشي، احكي لي دلوقتي في محل ولع جوه، نار ولعت في المحل، ايه سببه؟ طلقة خرطوش، طلقة خرطوش ناري. الأول؟ ايه من بتاعة الإخوان. تمام. جد من الإخوان، فتبادل بقى ضرب النار بين الإخوان والحكومة. بس فحصل بقى كده، وابن عمي جات له طلقة في رجليه من أنصار الإخوان. تمام. خلاص دلوقتي تمت السيطرة على الحريق؟ اه تمت السيطرة على الحريق. تمام زي الفل، مفيش أي حاجة كده. هو ابن عمي كمان، بس هو ابن عمي جات له طلقة من جماعة الإخوان، ضربوا عليه جات له طلقة. تمام.